أصبح الخير، أصبح النور، أصبح التيسير، أصبح الطاقة الإيجابية. كسبحتوا لي الكبيدات يا الغزالات يا المنورات يا نح عليكم. البارحة خبرت عليكم، كنت شوية عيانة، راكو عارفين لي زغمو كيكونوا شوية خرقين مرة مرة، راكو عارفين علاش. فجلست مع راساتي، ضربت لي تدويشة، لبست لي بيجامة جديدة، جلست شوية مع راساتي، صورت لكم واحد لو غيل ولا واحد لو ميني فلوغ اللي غنحطو لكم إن شاء الله غدا. بعدا بغيت نقول لكم شكرا حيت كتسولوا فيا، شكرا على ميساجاتكم الزوينين. رجاء فين غبرتي، رجاء فين غبرتي، توحشنا الطاقه الايجابيه. انا اختي جيت لك بالطاقه الايجابيه، تالون فاش كنكون عيانه والمورال طايحه البنات ما كنبغيش نجي نبان عليكم بواحد الطاقه اللي هي سلبيه، ولا كنكون عيانه ولا تمشط اختي وتقديت ودوشت وجيت دابا نبان على خواتاتي وصحاباتي والكويدس ديالي، ونقول لكم صباح الخير ونهاركم مبروك ان شاء الله. قولوا لي نتوما كيف دايرين، لاباس عليكم، بخير، اموركم هانيه، نهاركم مبروك. بغيت نقول لكم البنات كاملين شكرا بعد على داك الفيديو الاخر اللي درتو، كميه الحب اللي شفت في داك الفيديو وكميه التفاعل وكميه البارطاج، عباد الله 3000 ل 4000 تعليق كلهم ايجابيين، كلهم متاثرين بالفيديو، كلهم كيقولوا لي انت احسن مؤثره، كلهم كيقولوا لي اثرتي فينا. شوفوا ملي شفت داك النوع ديال الفيديو واش كيعجبكم بزاف، ان شاء الله انا غنحاول ندير لكم سلسله فيديوهات، حيت لاحظت انه عندي بزاف ديال الكبيدات المجروحات اللي خاصهم لي جبر الخواطر، خاصهم لي طبطب لهم على القلب ديالهم، خاص غادي ندير لكم بزاف ديال الفيديوهات فيهم جبر الخواطر وطبطب على القليبات ديالكم الحنينين الزوينين اللي هرسوهم ولاد الحرام اللي ما يسوش الله ياخذ فيهم الحق. فهاد الصباح نهار الجمعه، فهاد النهار الجمعه الله ياخذ فيهم الحق، كل واحد بكالي شي بنيته شي كبيده شي كتكوته الله ياخذ فيه الحق يا رب، تخرج فيه اجلا غير عاجل، وهو الاذان سمعوا والله ترى كيود ايوا هانتوما دعوتي مستجابه، شكرا لكم من القلب. عن طبعا البيجامه الرائعه والجميله من عند لاباج تويستانا، كريشه خرجت ليا، خديت من عندهم واحد التشكيله متشكله ديال البيجامه، سمعوا الريح كي راه يدير، سمعوا خديت من عندهم واحد التشكيله ديال لي بيجاما، خديت لي بيجاما ساتان وخديت لي بيجاما العاجين بلي بونتاكور، بيجاما توب، وهاد الساتان عرفتو مريحه في النعاس وكلاس. هاد البيجاما الي تري تري كلاس، زوينه تكلسي بيها تنعسي بيها، نديرو بيها لي فلوغات، صورت لكم البارح لو ميني فلوغ بهاد البيجاما هادي الصراحه حيتاش زوينه بزاف، والثمن ديالهم بيان سوغ مناسب 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 جدا. ايوا قولوا لي بعدا واش توحشتوني، اش كتعاودوا ليا، اش طراو جرى البارح من ما كنتش، عاودوا ليا وحكيوا ليا وسولوني واي حاجه. شوفوا كنت كنصور لكم فيديو ديال الشخصيه القويه داك النهار وما كملتش، قولوا لي واش بغوني نكمل لكم، شوفوا شنو كثر صمت، واش بغوني نكمل لكم فيديوهات في الصبوره ديال المدلولات ديال الشخصيه القويه، خليوها ليا، توحشنا صحيح المدلولات نشرشمكم ليا المدلولات ديالي. من فينا فرقه كتشجعي، واتمنى ان تكون هذا الحمر والبيض من فرقه زعما، ما عرفتش ما كنفهمش في الكره، زرقه في الكره وما كنشجع حتى فرقه، كنشجع فرقتي اختي، واش الناس تلعب الكره وتدخل فلوس وانا نشجع فيهم ونموت ونحيا عليهم؟ لا املك هذه العقليه ولا اشجع اي فرقه، او اشجع جميع الفرق واشجع نفسي واشجع حياتي وفرقتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا ما كنتبع كره، ما كنتفرج في كره، خطاني الكره، ما كنعرف هذا الحمر والبيض ديالها، ما عرف الخضر والزرق، انا كنعرف وصول الاطلس المنتخب الوطني ديالنا المحمر لينا وجهنا هو اللي كنشجعوه صافي، ما الفرق الاخرين انا ما كنفهمش فيهم. حنا كمتتبعين يعجبنا اللي يقول الصراحه وما يكذبش، سورتو ولينا حافظين الكذوب ديال هاد السوشيال ميديا وهذا الشيء كثر فيها بلا قياس. عرفتوا الهضره اللي كتجيني بزاف المتتبعات هي هاد اللي هي كيقول الرجاء زعما انت كنبغيوك حيت ما كتكذبيش، يعني واقعيه ما كنزوقش، الحمد لله من عقل راسي وانا بحال هكا خبز بفت بقو خضراء اللي كاينه كنقولها وحق الله العظيم، سورتو المشاعر ديالي ما كنقدرش نكتب في المشاعر ديالي، ما يمكنش نكون واحد الانسان ما كنبغيش ولا واحد الانسان ما كنبغيهاش ونجلس معاها ونتلصق معاها ونتحج معاها كما كيديروا بزاف سكتوا لي بزاف الناس سورتو في السوشيال ميديا في العالم نفاق كاين بارتو، ما يمكنش انا عينيا كيفضحوني. داك الفيديو اللي اثر فيكم راه فريمون هذا الاخر كان خارج من القلب حيت كان طاير ليا الكونتاكت مقهوره وبزاف الحوايج وعندي مشاكل، داكشي اللي حسيتو بان انا عينيا كيفضحوني. شوفوا شوفوا لي العينين ديالي واخا صغار ما كيبانوش، كيقول لي عمر عندك جوج تقبات واحد ولا تنمر على راسو. ملي كنت صغيره كانوا يعيطوا لي الشينويه، كنت ندير واحد القصه هنا وعيني مجبدين، المهم خلينا من هذا الموضوع. قلت لكم
انا من عقل على راسي وانا بحال هكا فراسكم، وسبحان الله انا من صغري ما تبدلتش. الحاجه اللي كنفتخر بيها واللي خاص تكون في اي انسان هو انه ماشي تزاد عليك واحد الحاجه في حياتك، ولا زاد عليك جوج لي زابوني، ولا 10000 لي زابوني، ولا تزاد لك 2000 درهم ولا 3000 درهم في جيب تقلب على صحابك وتقلب على صحاباتك وتبدلي على عائلتك وتبقى تشوف راسك انت هي الفوق وهما اللي تحت، والتكبرات والتعفر. مالك اختي، قبر واحد غادي يجمعنا، قبر واحد شبر غادي ندفنوا فيه كاملين، يا باش ما تبقاو طيروا طرالي طرالي طيروا وتنزلوا علينا. شوف راه قد ما طر 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 الله يستر، بنادم ضعيف تجيك مرضى يضربك البرد طح في الفراش. ايوا كالم داون، الله يرضي عليكم. الانسان تكون عنده شخصيه قويه يكون واثق من نفسه وفارض شخصيته، ولكن بواحد الحدود، بواحد ماشي بواحد التعفر. راه انك تعفر وطر للسما ما داكشي معنى الشخصيه القويه. الله يخليكم مليكم. قلت لكم انا الحاجه الهضره اللي كتجيني بزاف من متابعاتي اللي هي هذه، الرجاء انت واقعيه. الصراحه انا ما كنتعمدش ندير شي حاجه، انا كنكون معكم كيف ما انا. الزواج بمشاكل وكنحطوا لكم بيان سو، ما كنبارطاجيش معكم مشاكل. يعني الزواج كنجي كنقول لكم ها شنو كاين في الزواج، شنو كاين في الزواج، شنو كاين. اما غادي نجي نحط الكاميرا نقول لك الزواج وتزواج عن حب، وانا وعمر ومتفاهمين 100%، عمرنا تبزنا وعمر ما تخاصمنا وما عمر ما. اختي لا سمحي لي، نوضنا الحروب العالميه الثانيه والثالثه والعاشره. غير ولي البارح كنا في حرب. الحمد لله عادي، راه علاقات السوشيال ميديا بحالها بحال العلاقات العاديه، عاد كتكون بيغ حيت لي كوبل اللي كيكونوا في السوشيال ميديا كتكون عليهم العين كثر، الناس حاضينهم كثر، الطاقه السلبيه كيجبدوها كثر، فهمتي؟ وما عندك ما غديري ديال الحياه. اما ما تبقاوش تثقوا كل شيء تشوفوه، راه ليس كل ما يلمع ذهبا، سمعتوني؟ ليس كل ما يلمع ذهبا. ماشي تجي وحده مسكينه كتناقشي وراجلها وتجي تشوف الحب والغرام في السوشيال ميديا وتقول يخ تي عند راجلها، تقول له غير حنا نتابعوا شوف الرجال كيفاش كيعاملوا النساء. شوف راه كاين بزاف الاسرار خلف الكواليس، والبيوت اسرار، وليس كل ما يلمع ذهبا، فهمتي؟ فما كاينش بيت يخلو من المشاكل، ما كاينش كوبل يخلو من الصداع والنوير والمنافات والمدابزات والضربات والغوات، هادشي كيكون في كل دار. ما تبقاوش تثقوا اي حاجه تشوفوها في السوشيال ميديا. والحمد لله بغيت نقول لكم شكرا على ثقتكم فيا، و بغيت نعرف شنو درت في هذه الحياه باش عطاني ربي متابعات بحالكم، وفيات بحالكم، قلبهم زوين بحالكم. والله يسر ربي عطاني متتبعات على قد نيتي، وان شاء الله انا ديما غنبقى معكم في حال هكذا، وعمرني غنتبدل. ما عمرت تبدلت على صحاباتي اللي كنت كنعرفهم من سنين، وبقى صحابي هما صحابي، وبقى انا هي انا، وكنموت عليكم كحمق عليكم. وربي يخليكم ليا ويخليني عند حسن الظن ديالكم. موح عليكم. السؤال جاوبيني بصراحه، واش نتوما الوجديات كلكم ظريفات، ولا حتى نتوما حجر رطوب؟ حيت كنعرف واحد الوجديه دمرتني. كل قوم في حجر رطوب، انا وجديه وشي وحدين في الطاصيله ديالي يا اختي، عارف مين خارجين وشتيو من جهنم، ولا هما اللي خاصنا نعطيهم لقب الفيعه. شوف راه فين ما جيتي حجر رطوب، راه فاميلتك فاميلتك من لحمك ودمك، الاقارب عقارب، كتلقاي منهم السم اللي ما عمرك شفتيه، ونفس دمك ونفس قبيلتك ونفس كنيتك ونفس طاصيلتك ونفس مدينتك. فما يمكنش تلقاي مدينه فيها كاع الناس زوينين، ممكن ما يمكنش تلقاي مدينه فيها كاع الناس خايبين. كاين وجديات الله يعمرها ظهر، وكان شي وجديات اللي مسيميمات اختي تلاقيت بهم، لا من العائله لا من الناس لا من بزاف د الحوايج. عادي اي جنس فيه الزين وفيه الخايب، عادي كل جنس، كل دوله، كل بلد، كل بلاصه، راه عائله عائله بالخوت، غتلقاي هذاك زوين هذاك خايب، هذاك ظريف هذاك قبيح، فهمتي؟ هلو هلو اجان. الوغ بقيتو لي دابا غادي نمشي للبحر انا وعمر، وبيان سور مين كنجيو نمشيو للبحر لابد من ليكرون سوليغ ديالي سوليدار. غادي اليوم ان شاء الله نبارطاجي معكم الناس شنو قالوا على سوليدار البارح، الاراء اللي صيفطوا لينا، وفريمون فرحت 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 بزاف حيت كانوا الاراء كلهم ايجابيه. ومن سريت انا غنحط لكم الاسك. الوغ غندير معكم اليوم، غندير لكم تجربه ايكرون سوليدار في دي زيكرون اخرين اللي كانوا عندي ديجا، كانوا عندي في الدار، مشيت قلبت عليهم ودرت التيست، ودرت الفرق بين ايكرون سوليدار و ايكرون اخرين، وشفت بلي كاين فرق شاسع. داكشي علاش سوليدار نقدر نقول لكم انه احسن ايكرون سولير لهذه السنه. وبالتجارب ديالكم وغتجربوه وغتخليو لي تعليقات، وغنبارطاجي التعليقات ديالكم ولي كومونتير ديالكم كيف ما هما. الوغ ان شاء الله دابا في طوريجي غادي نبدا نابليكي لكم سوليدار على جهه، واكرون كان عندي ديجا على جهه اخرى، وغتشوفوا علاش سوليدار دابا هو اللي كنستخدم واللي غنبقى نستخدم ديما. غادي نبداو دابا نابليكيو ليكرون اكس اللي هو واحد ليكرون كان عندي ديجا في الدار، وخا راني كنخاطر بالبشره ديالي حيت هاد ليكرون مابقيتش كنستعملو،
دابا غتعرفوا علاش ما بقيتش كنستعملها. المهم وغادي نديرو في هاد الجهه سوليدير سوليدير. بسم الله. ديجا الفرق غتكونوا لاحظتوا في التكستور ديالو، هذا فلويد سولير، هذا كريم سولير. الوغ دابا غادي نبداو وغادي نزيد واحد شويه باش ما تقولوش الاخر كثرنا وهذا ما كثرناش. دابا واخا تكثري كيبقى خفيف على البشره وسائل، هذا فلويد كتشوفوا كيهبط على البشره وما كيخمجهاش. دابا شوفوا شوفوا لي الفرق مين غا شوفوا شوفوا لي دابا مزيان ليكرون كيفاش كتبقى بيضه واخا تعياي تحكي. في ستوري الجاي غادي نديرو سوليدير. دابا شوفوا معايا سوليدير، شوفوا هانتي بمسحه يا عزيزاتي، شتي شوفوا مسحه وحده عاد راني كثرت. شوفوا شوفوا كيفاش كتابسوغ بيه لابو. شوفوا 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 كي كيبان خفيف، شوفوا انفيزيبل ما كيبانش. بلاتي نقرب ليكم مزيان، شوفوا شوفوا يا لالا شوفوا ليا لي كلا، شوفوا لي ما كيتلصق. شوفوا هذا كتحسي براسك راكي دايره دهنه شي حاجه ديال الزيت. شوفوا ليا لي كلا اللي كيعطي سوليدير. شوفوا 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 ليا هذا كيبان زيجت بزاف مزيج بحال كيدهن الزيت على وجهك. شوفوا كديري هكا كتحسي به يدك كتلصق. شوفوا ليا سوليدير باق شرباتو لابو، شوفوا شرباتو لابو دغيا وما كيتلصقش ولابو بيان يدغاطي. هذا كتحسي بلابو ماشي يدغاطي، لابو مزيته كتبقى لك بحال دايره الزيت كتسلمي على شي حد وجه مزيت. قسما بالله قسما بالله الى هاد الجهه هادي راه تاكلني راه تاكلني. شوف يبان لكم الفرق، شوفوا سوليدير ملكله اللي كيعطيك. شوفي ليكلا شوفي الترطيب، شوفي بحال ما دايره والو، الخفه خفيف 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 على لابو ديالك، خفيف تالمو خفيف كيهبط وكتشرب البشره دغيا 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 دغيا. شوفي هانتي واخا غنزيد كوش من الفوق دغيا كيتشرب ودغيا كتابسوغ به لابو ديالك وشوفي ما كيبانش بحال ما دايرهش. شوفي هذا تالمو شي وحدين كيوليو موف في الشمس، وحق الله العظيم كنا نشريوهم بالثمن حيد عليا البسخ. والله العظيم الا لابو ديالي كلاتني، كنحس بلابو ديالي كتاكلني مور ما درت هاد ليكرون لابو ديالي. الوغ غادي ندير سوليدير، نعاود نديرو لديك لابو اختي باش نتعش بالترطيب وبالنياسيناميد وبالياسيد لاسيد ديال الياغونيك. يا لالا انتي عيشي يا بشرتي انتي عيشي. الله شوفوا ليا كيفاش دغيا، شوفوا شوفوا كيفاش دغيا وشرباتو لابو. ها نتوما احسن اكرون ولا ماشي احسن اكرون، غا قولوا ليا بالتجربه ديالكم وبلا كذوب. من بعد غنخلي لكم الاسك فاش غنسالي لي ستوري، غنخلي لكم بلوتو هنا الاسك قولوا ليا كيف جاكم الناس اللي جربوا سوليدير، كيف جاكم سوليدير بكل صراحه. عشان ليا الفخر انني كنبريزونتي لا مارك ديال سوليدير حاليا بابي لي انفلونسوز اللي كيبريزونتيو لا مارك ديال سوليدير، حيتاش فريمون ماركه ديال برا عاد داخله المغرب وداخله فريمون مجهده برودويات ناضيين انهم ليكرون. شوفوا ليا ليكرون تبارك الله، شوفوا شوف راه شوفي ليكرون هضره على راسها. الوغ علاش ليكرون هضره على راسها وعلاش سوليدير مديره بحال هكا وزوينه، وشنو فيها سوليدير ملي كتخلي لنا لابو بحال هكا منتعشه وما كتلصقش ورطبه وحمايه عاليه بستة ديال الفلتر يو في ا يو في بي على النهار كامل. الوغ سوليدير ملي كيميزها انه فيها 10% ديال النياسيناميد 10% ديال النياسيناميد. النياسيناميد اللي هو الدور ديالو انه كيحيي لك الخلايا اولا كيعطي لينيرجي سيلولير. قلت لكم الدور ديال النياسيناميد انه كيعطي لينيرجي سيلولير للخلايا ديالك باش كتفرز الكولاجين، داكشي علاش هو اونتي اج واونتي تاش. حيتاش النياسيناميد باش فاش كيعطيك ديك لينيرجي سيلولير باش كتنجي الكولاجين كيحارب لك لي غيد، ما كيبقاوش نوضو لك لي غيد، كيتريتي لك لي غيد والتجاعيد وكيحارب لك الشيخوخه. وانتي طاش كيبدا كيهتريتي لك لي طاش شويه بشويه. غادي نحط لكم ديجا كنت حطيت لكم داك النهار راجل السهام خوياتو فاقي باش كان فيه ولا طاش كيفاش رجعوا، ونحط لكم في السكرين ديال واحد السيده كانوا عندها لي طاش وبداو كيبهاتوا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اكرون دايزو هالكلام. الوغ هاد سوليدير هادي كتبدا كتريتي لك لي طاش اونتي اج ايدغاتون، يعني فاش كديريها كديريها برايمر بحال مثلا تقدري ديري الماكياج ديالك فوق منها عادي بلا ما غادي لاش بلا ما غادي تحتاجي انك ديري شي حاجه ودغيا غادي شوف دغيا غادي تحسي بها كتبلاندي، يعني حيتاش لابو بيان يدغاطي، يعني كديري هكا برايمر
وتقدري ديري فوق منها الفوندو حتى الماك. تيقول بالله الا هاد الجهه راه تحرقني اقسم لكم يمين الا الوجه راه كيدير الزز فهاد الجريده في داك لاكو. غادي نسالي معكم غادي نوض نغسل وجهي ندير لي شي كارثه في الوجه حيت ما قلت باش صفى ليا الوجه الحمد لله وبقى عندي لا ليطاش لا والو. الوغ كيف قلت لكم البنات اونتي طاش اونتي اج ايدغاتون وكتستعملوا انه كباز دو ماكياج او برايمر كديروا فوق منه الماكياج حيت كيسد لكم لي بور فيه 6 دلي فيلتر اوفو اي في بي يعني حمايه عاليه ضد اشعه الشمس. الا عقلتوا عليا العام اللي فات البنات مشيت للمالديف عقلتوا كيولد لو كور ديالي كحل كحل كحل. دابا شوفوا كنمشي للبحر تقريبا كل نهار وكنتشمس كل نهار وكندير سوليديرم اقسم بالله تتبهرت حيت انا من النوع اللي كيتبرونزا دغيا. انا من النوع اللي كنموت على البرونزاج وكيشد فيا البرونزاج دغيا. ديجا الا درت لكم فحال هكا يدي بلاتي الا درت لكم يدي مع وجهي شوفوا شوفوا حيت هاد يدي ما كنديرش ليهم ليكرون كنسى ما كنديرش ليكرون كندير غير وجهي شوفوا يدي وشوفوا وجهي شوفوا الوغ فرق كبير حيت وجهي فاش كندير ليه سوليدير مو عنقي ما كيكحالوش الحمد لله. وهذه ديجا شي حاجه اللي صدماتني واول مره توقع ليا قلت لكم اول مره توقع ليا هاد القضيه ديال انه انا ما نتبرونزاش في الصيف. عقلتوا عليا العامات اللي دازو كلهم سيروا رجعوا صوفوا تصاوري في الصيف العام اللي داز كيفاش كان وجهي بالكحوليه. الوغ ما علينا حمايه عاليه ضد اشعه الشمس كيسد لك لي بور الشمس ما كتصور منك والو. كيف كنقول لك ديما كديري سوليدير وكتخرجي الشميسه بلا ما تخافي واخا ما كاينش الشمس ما علينا غادي نحلو نزيد نوريكم. كتخرجي الشميسه بلا ما تخافي ان لابو ديالك توقع عليها شي حاجه حيت كيعكس الشمس ما كيخليهاش بويسكو كيسد لي بور كيسد لك المسام الشمس كتجي لابو ديالك وكتعكس حيت ما كتدخلش نهائيا لي بور شوفوا وكتخلي لك الوجه طيب نهار كامل ايدراتي نهار كامل محمي محمي فريمون ديال بصح من اشعه الشمس واو ميم طون تريتمون اونتي طاش اونتي اج والثمن ديالو مناسب 250 درهم بحال غتشري اربعه ديال البرودوي ب 250 درهم. غتشري سيروم ديال نياسيناميد ولا سيروم ديال لاسيد ديال الياغونيك اللي كيرطب البشره وغتشري كريم ايدراتون تو برايمر واكس. الله يا اختي على ميساجات شحال زوينين شوفوا كلشي. شوفي انا كنتحداك انا كنتحداك تجربي سوليدير وما تعجبكش كونتاكتاني انا قسما بالله نرد لك فلوسك انا نرد لك فلوسك اش بان لك انا نرد لك فلوسك تالمو انا متاكده من ديك ليكرون انها ما كاينش شي وحده ما غتعجبش حيت فيها كاع مواصفات الواقي الشمسي اللي كنحلموا به ديال انها كتلائم جميع انواع البشره. بعد من الاسئله اللي جاتني انا واش كتولي من البشره الناشفه حيت فيها الاسيد الياغوني كيرطب كتولي من البشره الحساسه راه مكتوبه فيها ايبو اليرجينيك يعني تقدري ديريها حتى هنايا السيغد وكلشي راه ما كدير لا حساسيه لا والو. كتولي من البشره الجافه والدهنيه حيت ما كديرش لكش الوجه دهني كترطبو لك وكتخلي لك ما كيتلصقش كتحيد لك لي طاش كتحيد لك لي غيد يعني اكرون روعه اقل ما يقال عنها انها رائعه لجميع انواع البشره لجميع مشاكل البشره يعني خذوها وعينيكم مغمضين الحمد لله. البنات باش كتعرفوا ما نكذبش عليكم شوفوا غنحيد الفلتر شوفوا شوفوا لابو كي حمارت اللي درت فيها ديك ليكرون الاخرى شوفوا بحال تحسات لي البشره راه والله العظيم اللي كنحسو باش ديالي تنغزني ندمت على جربتها ندمت علاش درتها. شوفوا الوجه ديالي كيحمار راه هذا باش زوينه سوليدير كتخلي لكم لابو ما كتحسس ما والو. شوفوا انا درت ديك ليكرون اخرى باش نجرب لكم ساعه صدقت حمارت لي لابو ديالي تحسات عاد انا ما عنديش لابو سنسيبل تخيلوا معايا شوفوا عنده ترسو شباب وي ما يدخلش الباب عنده درس وشباب وي ما يدخلش الباب يا شركي داير انا كنعروسي خويا بالغيبية تكسر. شوفوا لي الجمال جيت نضرب دوارة في مينيسو وبان لي هادشي زوين اختي وانا الحوال شوفوا لي هاد الكوسينات زوينين بلاتي شوفوا واعرين عندك عجبوني هادو بغيت ندير هادي بواطا د الماك لي دير فيها عمر ماكلتو قبل ما يمشي لاصال وكين بانت لي في الغوز نديرو بواطا في الغوز وعجبوني هادو عاوتاني هادو هادو ندير فيهم ديك الايس كوفي ديالي الصباح الا كنت خارجة. شوف فيهم لي كولور هيا الغوز هيا الغوز صراحة دي تخيك زوينين هادي عاوتاني ديال القهوة بلاتي نحط عاوتاني هادي عاوتاني ديال القهوة good fiber. نشوفو شوفو فين عجبني